اصحابك طبعا عارفين الرافعي وعابد العناني المغتصب والنادل، فماذا تقول في رساله سريعه للمغتصب والنادل؟ اولا انا ما اتفرجتش على المسلسلين مبدئيا، بس انا الاثنين هم كممثلين تقال جدا في جميع الاحوال، انا بستمتع بيهم. على فكره انا ضد فكره انك تعمل دور شرير فانت ما خفتش من الدور ده، لا بصراحه انت طبعا بتبقى مصلحه، بس انت يعني الجمهور دلوقتي بقى عنده وعي، فانت ممكن تلاقي واحد بيستمتع بالادوار دي، وانا واحد من الناس. انا كشغلانتي كممثل بقعد استمتع بيهم، يعني انا بقعد اذاكر، بقعد اذاكر واصحابي، يعني هم مش عابد ورافع بس، منهم تايسون وفراج وفيديو، كل الناس دي بجد انا لما بلاقي مشهد كويس بقعد استمتع بيه. طب انت نفسك تبقى مغتصب ولا نادل ولا سفاح ولا اكيد مغتصب. لا يا عم ماليش نفس في اي حاجه. نفسي ابقى ممثل كويس وبقدم مسؤوليه يا رب. أكيد. يا رب. اهم دور مستنيين تقدموه كوميدي بقى. نفسي كوميدي قوي انا. احنا اصلا كوميدي، احنا اصلا كنا في الكواليس. ده ممثل كوميدي اصلا، وانا المفروض عند استاذ خالد جلال بعمل ماري منيب وبعمل جمالات زايد، ويعني الجمهور بيخرج يندهلي بشخصيه ماري منيب طول الوقت. فاتمنى احنا الاثنين يا رب نشتغل كوميدي يا رب. ده تحدي حلو قوي قوي، نفسي اخده يا رب. هيحصل ان شاء الله بجد يا وركه. واحده متاكد يا رب. انا طبعا هنتكه هنشوف عنا. شرفتونا يا جماعه، وتحبوا تقولوا ايه بقى للجمهور؟ احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشكرا ان انتم شفتوا المسلسل بالدقه دي، وشكرا ان انتم كنتوا حريصين انكم تكتبوا كلام حلو عني وعشان افرح وعشان اتبسط ان انتم شايفيني ومصدقيني. ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، وشكرا لكل حد كتب حرف حلو عني، شكرا جدا. انا برضو بشكر كل الناس وردود الافعال، وبجد بشكركم ان ربنا طبطب عليا بيكم بالكلام وردود الفعل الجميله دي، ويا رب يا رب اكون قدها يا رب.